هو المبلغ بحدود 140 مليار تم تخصيصه، هذا الموضوع حسم وبدأ التمويل لهذا المبلغ إلى مصارف محافظة نينوى اللي وصل إلى الآن 80 مليار مبلغ وصل المحافظة. احنا كلجنة فرعية أرسلت إلينا كتب بمبلغ 18 مليار كملنا وجهزنا أضابيرها أرسلناها إلى ديوان محافظة نينوى لغرض الصرف. الآن نحن بصدد العمل على وجبة جديدة بقيمة 19 مليار أيضا سيتم إرسالها إلى المحافظة حال إنجازها وإكمالها. هناك وجبات أخرى في الطريق إلى أن يتم صرف كامل هذا المبلغ. بالنسبة للمتضررين اللي كانوا في عام 2018 توصياتهم الوجبة اللي تأخرت في السنة السابقة كانوا مستحقين وتم صرف مبالغ لوجبات بعدهم. الآن اتصل بنا أحد الإخوة طلب قائمة بأسمائهم لأنه سيد المحافظ وفريق العمل في بغداد يتابعون هذا الموضوع، إن شاء الله يتم تمويل المبالغ لهم وتصرف لهم بشكل كامل. هذا العام أتوقع أنه يتم صرف التوصيات لكامل التوصيات لعام 2019، وحتى إذا بقى منها يعني يكون رقم قليل جدا لأنه المبلغ راح يغطي أغلب عام 2019. سؤال أخير، المبالغ التي ستصرف إلى المتضررين يعني تتراوح ما بين كم وكم؟ هذه المبالغ كلها دون 30 مليون، يعني ما بين هي كحد أدنى ما أقدر أعطيك رقم لأنه أكو أرقام قليلة جدا يعني بمئات الآلاف، هناك أرقام تصل إلى 29 29 ونص 29، هذه اللي هي مصادقاتها كانت من استئناف نينوى. إلى الآن كل اللي وردنا هو لمبالغ دون 30 مليون، أكثر من 30 مليون اللي هي تصادق من اللجنة المركزية في بغداد لم يردنا أي كتاب لحد الآن. هناك أكثر من 30 مليون؟ طبعا أكيد هناك يعني أضابير جاهزة ومعاملات جاهزة أكثر من 30 مليون، لكنها في اللجنة المركزية في بغداد صادقتها من بغداد ونحن بانتظار أن يردنا أي شيء عنها. طيب. أليس هنالك معلومات لديكم بالنسبة للشركات؟ يعني هنالك شركات ومعامل تم يعني قصفها وتم تدميرها؟ كله ضمن ما تحدثت عنه اللي أكثر من 30 مليون، كل هذا في بغداد في اللجنة المركزية. حقيقة ما نعرف هل تمت المصادقة عليها، أرسلت إلى المالية، المعاملات اللي لم ترسل إلى المالية أكيد ما دخلت بالتمويل، لكن ما نعرف يعني ما عندنا أي معلومة عن هذا الموضوع.